أكد برنامج الأغذية العالمية الحاجة الملحة لإيجاد حلول للتكيف مع أزمة المناخ من أجل وقف موجة الجوع المتزايدة، لا سيما وأن قادة العالم يجتمعون في شرم الشيخ في 6 نوفمبر القادم ضمن قمة المناخ 27. ولفت برنامج الأغذية العالمي إلى أنه لا يمكن كبح جماح أزمة الغذاء العالمية إلا بدعم المجتمعات والدول لإدارة المخاطر ذات الصلة بتغير المناخ. وأضاف البرنامج أن تأثيرات المناخ القاسية مثل الجفاف وموجات الحر والفيضانات تعد من بين الأسباب الرئيسية للجوع الذي يدمر المحاصيل والأراضي الزراعية.